البحث العلمي. اليوم عندنا موضوع مهم جدا هو التفاعلات التلقائية. بالحقيقة عندنا نوعين من التفاعلات، أما يكون التفاعل تلقائي أو تفاعل لا تلقائي. راح نعرف التفاعلين. راح أخذ أول شيء التفاعل التلقائي. التفاعل التلقائي. التفاعل التلقائي. شو معنى التفاعل التلقائي؟ هو أما تغير فيزيائي أما تغيير أو تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي أو تفاعل كيميائي يحدث بصورة تلقائية يحدث بصورة تلقائية بدون تأثير خارجي هذا هو تعريف التفاعل التلقائي بدون تأثير خارجي. أوكي، هذا هو التفاعل التلقائي. إذا جاء تعريف التفاعل التلقائي تقول هو أما تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي يحدث بصورة تلقائية بدون تأثير خارجي. أكيد التفاعل اللا تلقائي هو عكس التفاعل التلقائي. لما نعرف التفاعل اللا تلقائي، التفاعل اللا تلقائي شو أقول عليه؟ أقول هو أما تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي لا يحدث. هو أما تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي لا يحدث من تلقاء نفسه وراح أخلي أداة استثناء إلا بتأثير خارجي إلا بمؤثر خارجي. إذن الفرق بين التفاعل التلقائي والتفاعل لا التلقائي بأن هذا يحدث بدون تأثير خارجي، هذا لا يحدث من تلقاء نفسه إلا بتأثير خارجي. أوكي، هذا الفرق بين التفاعل التلقائي والتفاعل لا تلقائي. خلنا نأخذ بعض التفاعلات التلقائية حسب المنهج بالكتاب. الأمثلة: سقوط الماء من أعلى شلال. سقوط الماء من أعلى الشلال هذا يتم بصورة تلقائية. سقوط الماء من أعلى الشلال هي عملية تلقائية. أوكي، يعني إذا عندي هذا شلال، هذا مرتفع وينزل الماء من أعلى الشلال، هاي عملية تلقائية. أما صعود الماء إلى أعلى الشلال عملية غير تلقائية. يعني على مدى صعد الماء إلى أعلى الشلال أحتاج تأثير خارجي، مضخة، موتور، بامبس، أوكي، حتى يصعد الماء إلى الأعلى. إذا سقوط الماء من أعلى الشلال هو عملية تلقائية، وصعوده إلى الأعلى يعني صعوده غير ممكن، وصعوده إلى أعلى الشلال غير ممكن، أو خلينا نقول عليه مستحيل، أو نقول أمر غير ممكن إلا طبعاً بتأثير خارجي. يعني ممكن أصعد الماء إذا أسوي له تأثير خارجي، يعني نجيب موتور وأصعد الماء. اثنين، مثال ثاني، مثلاً ذوبان قطعة من السكر في الماء. ذوبان قطعة من السكر في الماء هي عملية تلقائية. يعني إذا جيب بعاء وبيه مي، كوب وبيه مي، وخلي بيه سكر، هنا ماء وهنا أخلي سكر، فالسكر يذوب الماء بشكل تلقائي. يجي طالب يقول استاذ لا احنا ممكن نحركه بخاشون يفعل شيء على مود الذوبان. اي انت تسرع عملية الذوبان، بس هي عملية الذوبان تتم بصورة تلقائية حتى لو ما تحركه، بعد فترة السكر يذوب في الماء. اما رجوع السكر الى حالته الطبيعية ما يتم بصورة تلقائية، لازم يحتاج مؤثر خارج، احتمال احنا نحتاج تسخين حتى نبخر الماء او يبقى السكر في قاع الإناء. اذا ذوبان قطعة من السكر في الماء هي عملية تلقائية. عملية شنو؟ تلقائية، يعني تغير فيزيائي تلقائي، فهي عملية تلقائية. اوكي، مثل عندنا انجماد الماء في درجة تحت الصفر، هاي عملية تلقائية في الطبيعة. انجماد
الماء تحت صفر سيليزي، تحت صفر سيليزي، هي عملية تلقائية. وكذلك انصهار الجليد وانصهار الجليد، يعني عندنا قطعة من الثلج ودرجة الحرارة فوق الصفر، يعني فوق الصفر السيليزي ينصهر الجليد. إذا عملية الانجماد تتم بشكل تلقائي تحت الصفر، وعملية الانصهار تتم بشكل تلقائي فوق الصفر السيليزي. أوكي، صدأ الحديد مثلا، عندنا مثال صدأ الحديد. صدأ الحديد عند تعرضه للهواء والرطوبة، تعرضه للهواء والرطوبة، هي عملية تلقائية. يعني كل احنا شايفين إذا تجيب حديد وتبقيه بالشهر كامل مثلا حسب الظروف، شهر أو أقل أو أكثر بالشارع معرض للظروف الجوية للهواء والرطوبة معا، فراح شو يصير بيه؟ راح يصير بيه صدأ زنجار، راح تكون أكاسيد الحديد. بالشرط لازم يتعرض للرطوبة والهواء معا، لأن الهواء ما يسوي زنجار لوحده والرطوبة ما يسوي، بس هواء ورطوبة يسوي له صدأ الحديد. أوكي، إذا صدأ الحديد عند تعرضه للهواء والرطوبة تتم بشكل تلقائي، يعني صدأ الحديد يتم بشكل تلقائي. أما إرجاع الصدأ حديد فهذا لازم يحتاج تأثير خارجي. أوكي، هسه راح نسأل سؤال مهم، نقول لماذا هاي العمليات التلقائية، هاي العمليات تتم بشكل تلقائي؟ هذا سؤال مهم، راح نسأل هذا السؤال. السؤال لماذا تتم بعض التفاعلات بشكل تلقائي؟ التفاعلات بشكل تلقائي راح نجاوب بثلاث كلمات، راح أقول بسبب انخفاض طاقة الضباب، بسبب انخفاض طاقة النظام. هذا ثلاث كلمات، بسبب انخفاض طاقة النظام، واحد اثنين ثلاثة، بسبب انخفاض طاقة النظام. ما إذا تضيف لها أي أن الطاقة النهائية أقل من الطاقة الابتدائية، أقل من الطاقة الأولية أو الطاقة الابتدائية. أوكي، هذا سؤال مهم يجي، يقول لماذا تحدث بعض التفاعلات بشكل تلقائي؟ نقول بسبب انخفاض طاقة النظام، هاي خلاص، يعني معناته الطاقة النهائية أقل من الطاقة الابتدائية. أوكي، تذكرون لما درسنا الحرارة كان عندنا تغير في الإنثال بالدلتا اتش، إنثال بالتفاعل بالدلتا اتش، كان الدلتا اتش أما قيمة موجبة إذا كان التفاعل شنو؟ ماس للحرارة، إذا كان التفاعل ماس للحرارة. أما إذا كان التغير في الإنثال بالسالب فهذا معناته التفاعل باعد للحرارة، طلعت قيمة سالبة، فمعنى هذا التفاعل باعد للحرارة. أوكي، جاب الدلتا اتش هنا بالموضوع نحتاجه بشغله. العلماء سابقا كانوا يعتقدون بأنه التفاعل إذا كان باعد للحرارة فهو تفاعل تلقائي، وإذا التفاعل ماس للحرارة هو تفاعل لا تلقائي. لكن لما تطور العلم اتضح بأن هذا الاعتقاد خطأ، لأن أكو تفاعل ماس للحرارة ويحدث بصورة تلقائية، مثل انصهار الجليد، مثل عندنا انصهار الجليد هو ماس للحرارة، الجليد على ما يتحول لسالي مص حرارة يكتسب حرارة يتحول لسالي، هو تفاعل تلقائي بس هو ماس للحرارة. إذا هذا الاعتقاد خاطئ، فالعلماء إيش قالوا؟ قال إذا نحتاج إلى دالة حالة جديدة حتى نقدر نتنبأ بهاي التفاعلات تحدث بصورة تلقائية أو بصورة لا تلقائية، فاكتشفوا حالة جديدة، دالة حالة جديدة سموها الانتروبي، هو موضوع اليوم الانتروبي، تعريفه هو دالة حالة ثرموديناميكية تقاس بوحدة الكيلو بوحدة الجول على المول بالجلفن، وهاي تعتبر مقياس لدرجة العشوائية أو مقياس لدرجة اللا انتظام. يعني تعريفه هي تعريف الانتروبي هي دالة حالة ثرموديناميكية، ثرموديناميكية تعتبر، شو نستفاد من هاي؟ أقول هاي تعتبر مقياس، يعني قيمتها مقياس للعشوائية أو حالة
اللا انتظام للنظام، حالة اللا انتظام، حالة اللا انتظام انك للنظام. ويرمز لها بالرمز، ويرمز لها بالرمز اس. الانتروبي شنو الرمز مالته؟ اس. وبما انه دالة حالة فمن يقدر نقيس الانتروبي الا نقيس التغير في الانتروبي. طبعا تقاس بوحدات الجول على المول في الدليل، هاي وحدات اوكي. طبعا بما انه دالة حالة فالاس الانتروبي من يقدر نقيسه انه نقيس التغير في الانتروبي. فالتغير في الانتروبي الدلتا ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا الاس فاينل ناقص الاس انيشال اوكي. فاذا كانت قيمه الانتروبي للنظام للتفاعل الدلتا اس اذا كانت قيمه موجبه، طلعت لي قيمه موجبه، معناته هنا يصير عندي زياده في العشوائيه، زياده في العشوائيه، هاي لازم نعرفها. اذا قيمه موجبه معناته عندي زياده في العشوائيه، يعني زياده في حاله اللا انتظام. اما اذا كانت تغير في الانتروبي قيمة سالبة معناته هنا عندي نقصان في العشوائية، نقصان في العشوائية اوكي. جيد. حالات المادة طبعا حالات المادة، اما غازية اما غاز او سائل او صلب، هاي حالات المادة، ثلاث حالات المادة. فانتروبي الحالة الغازية يكون أكبر من انتروبي الحالة السائلة، وانتروبي الحالة السائلة أكبر من انتروبي الحالة الصلبة أوكي؟ وهذا شيء طبيعي، لأن الغاز حركة الجزيئات بتكون أكثر من السائل، والسائل حركة الجزيئات تكون أكثر من المادة الصلبة، فشيء طبيعي بين الانتروبي للغاز أكبر من الانتروبي للسائل وأكثر من قيمة الانتروبي للمادة الصلبة أوكي. معناته إذا أحول الغاز إلى سائل بعملية التكثيف، معناته هنا شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي نقصان في الانتروبي. أما إذا أحول السائل إلى صلب بعملية الانجماد أو البلورة راح تكون عندي نقصان في الانتروبي. أما إذا أحول الصلب إلى غاز مثلا بالانصهار، العفو الصلب إلى سائل صغير، فهنا معناته زيادة في الانتروبي. أما إذا أحول السائل إلى غاز مثلا بالتبخير فتكون عندي زيادة بالانتروبي. أما إذا أحول الصلب بالتسامي مباشرة إلى غاز بدون ما أمر بالحالة السالبة فهنا تكون عندي زيادة في الانتروبي أوكي؟ لذلك راح أذكر بعض العمليات الفيزيائية اللي الانتروبي بيها شنو؟ تكون بيه قيمة موجبة، يعني زيادة في الانتروبي. وراح أذكر عمليات بيها انخفاض في الانتروبي أوكي؟ مثلا عمليات يكون بيها زيادة بالانتروبي مثل التسخين، التسخين يكون بيها زيادة في الانتروبي أكيد تزداد الطاقة الحركية للجزيئات. الحالة الثانية انخفاض الضغط، بس أخفض الضغط يزداد الانتروبي، انخفاض الضغط أوكي. وهذا شيء واقع عندنا، إذا عندك غاز محصور بقنينة بس مترجع ترفع الضغط ينتشر الغاز، فانخفاض الضغط معناته زيادة في الانتروبي. ثلاثة زيادة المساحة السطحية، معناته زيادة في الانتروبي، زيادة المساحة السطحية معناته زيادة في الانتروبي. أربعة زيادة عدد المولات، معناته زيادة في الانتروبي، زيادة عدد المولات، هاي احفظها مهمة جدا، هاي بعدين نحتاجها هواي، نحتاجها طاقة كبس الحرة لما نتنبه بتلقائية التفاعل أوكي. زيادة الحجم، طبعا انخفاض الضغط صاحب زيادة حجم، يعني إذا زيادة الحجم زيادة في الانتروبي، زيادة الحجم أوكي. أي عملية تحلل ستة، ذوبان، ذوبان قطعة السكر في الماء، ذوبان، تفكك، إذا قل لك تفكك خلي بالك بين زاد الانتروبي، إذا قل لك تحلل معناته زاد الانتروبي أوكي. عندنا عمليات التسامي السبعة، مثلا عندنا عملية التسامي اللي هاي اللي ترتب من يتحول الصلب مباشرة معناتها زيادة في الانتروبي. عملية التبخر، السائل يتحول إلى غاز، إذا التسامي ما نقدر نقول التبخر معناته هم زيادة عندي بالانتروبي أوكي. هاي عمليات كلها زيادة في الانتروبي. زين شو كنت عندي انخفاض الانتروبي؟
هنا تسخين هنا تبريد، إذا قال لك تبريد فخلي بالك في الإلكتروبي هبط. إذا عمليات التبريد زيادة عفوا انخفاض في قيمة الإلكتروبي، انخفاض في العشوائية. انخفاض الضغط بس أزيد الضغط يقلل الإلكتروبي، يعني قيد الحركة. فهنا انخفاض مثلا زيادة الضغط، انخفاض في الإلكتروبي زيادة الضغط. تقليل المساحة السطحية، تقليل المساحة السطحية، تقليل المساحة السطحية معناتها قللت الإنتروبي، أقلل عدد المولات، أقلل الحجم، يعني تقليل انخفاض، انخفاض عدد المولات أو تقليل عدد المولات معناته شنو؟ يرافق انخفاض بالإنتروبي، انخفاض الحجم، تقليل الحجم، تقليل الحجم، انخفاض في الإنتروبي. اوكي، عندنا عمليات الانجماد اللي هي عكس الانصهار، هنا طبعا ما خلي الانصهار نقدر نكتب هنا همين الانصهار، ثمانية الانصهار، نقدر نقول ذوبان، تفكك، تحلل، انصهار، هنا انجماد، انخفاض في الانتروبي، وبعد نقدر نقول شنو الاتحاد اللي هو عكس التفكك، مكونات تتحد، انخفاض في الانتروبي، مكونات تتفكك وتتحلل، زيادة في الانتروبي. وهكذا عندنا مثلا عكس التبخير التكثيف، على سبيل المثال التكثيف هذا عملية تقل بيها قيمة الانتروبي، التكثيف يعني نحول من بخار إلى سائل. أوكي، هاي مهم جدا نحفظها، ليش؟ حتى نقدر نتنبأ بتلقائية التفاعل. وبالحقيقة إحنا حتى العلماء بعدين لقوا بأنه الانتروبي، التغير في الانتروبي مو كافي حتى تقدر تتنبأ بتلقائية التفاعل، إنما بعدين راح ندرس طاقة كرش الحرة اللي راح ندخل بها دالة الحالة الانتروبي وندخل الدلتا اتش انفال بالتفاعل، وي طاقة كبسة الحرة وي درجة الحرارة تتكون عندنا، هاي المعادلة بعدين نجي عليها طبعا، الدلتا جي يساوي ان الدلتا اس ناقص تي دلتا اتش، هاي طاقة كبسة الحرة هي اللي راح تقلنا هذا التفاعل تلقائي او لا تلقائي، يعني الانتروبي هو جزء من الحل. اوكي، لذلك لازم نعرف بانه العمليات اللي يزداد بها الانتروبي والعمليات اللي يقل بها الانتروبي لان بعدين تفيدنا، وبعدين همين لازم نعرف التفاعلات الباعثة للحرارة والتفاعلات الماصة للحرارة، همين اللي راح تعطيني سالب وموجب، وهاي همين سالب وموجب حتى بعدين نقدر نطبق هاي المعادلة في وقتها. اوكي، اللي عليك اليوم انت تعرف بان الانتروبي الحالة الغازية اكبر من الانتروبي بالحاله السائله، والانتروبي بالحاله السائله اكبر من الانتروبي بالحاله الصائله، هاي العمليات يرافقها زياده في الانتروبي، هاي العمليات يرافقها انخفاض في الانتروبي. اوكي، خلينا ناخذ هذا المثال 9-1 مثال الكتاب، يقول تنبأ فيما اذا كان التغير في الانتروبي الدلتا اس اكبر او اقل من الصفر للعمليات الاتيه، تجمد الكهرب، من قال لي تجمد؟ يعني يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، يعني انخفاض في الإلكتروبي. يعني هنا هو قال لي ترى هنا أقول إذا تجمد الكهرب معناته انخفاض في العشوائية، معناته انخفاض في العشوائية، وإذا انخفضت العشوائية معناته الإلكتروبي راح يصير شنو؟ أصغر من الصفر، يعني الدلتا إس راح يكون شنو؟ أصغر من الصفر، يعني معناته الدلتا اس شنو؟ قيمة سالبة، راح تطلع لي قيمة سالبة، فإذا شفت قيمة سالبة معناته هذا انخفاض في الإنتروبي. زين ليش أعطيتها لي هنا سالبة؟ لأن عملية التجمد الكهرباء معناته كان سالب، معناته كانت العشوائية مالته هواي صعبة، حركة الجزيئات استدار كذا، لما جمدت الكهرباء قيدت الحركة، يعني انخفضت العشوائية عندي، معناته الدلتا اس أصغر من الصفر، معناته قيمة سالبة. أوكي، تبخر، التبخر معناته يتحول من سائل الى غاز، فيكون زياده في الانتروبي، فراح اقول زياده في العشوائيه، زياده في العشوائيه، معناته الانتروبي راح يكون اكبر من الصفر، بالتالي قيمته راح تكون شنو؟ موجبه. ليش؟ لان عنده عمليه تبخر، والتبخر معناته السائل تحول، ماده تحولت من الحاله السائله الى الحاله الغازيه او البخار، يعني من سائل الى بخار او غازيه، معناته شو صار عندي؟ زياده في الانتروبي، بينما التجمد صار عندي ليكويد تحول شنو؟ الى سوليد، يعني من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، فاحتياجي تقل عندي العشوائيه. اوكي، التبريد، احنا قلنا شنو التبريد؟ انخفاض العشوائيه، تبريد
شيء كان حار ويتحرك طاقه حركيه مال جزيئه، لما ابردها اخفض الحركه مالتها معناتها شنو عندي؟ انخفاض في العشوائيه. اذا تغيير غاز النيتروجين من 80 الى 20 معناته انخفاض في العشوائيه، فراح اكتب انخفاض في العشوائيه. انخفاض في العشوائيه معناته شنو؟ معناته الانتروبي راح يكون اصغر من الصفر، معناته اكيد راح يطلع قيمه سالبه، لان هسه ان شاء الله بالمحاضرات الجايه راح نكون نقدر نحسب الانتروبي مال التفاعل، علاقتين التفاعل وشلون احسب الانتروبي. طبعا الانتروبي لكل العناصر حتى في حالتها بيثبت صوره، عناصر اساسيه بيثبت صوره لها انتروبي، الكل لها انتروبي. عكس مثال بالتكوين لما اخذنا كانت العناصر الاساسيه باثبت صوره قيمتها صفر، اما الانتروبي كل شيء له قيمه، العناصر المركبات لها انتروبي. فان شاء الله المحاضره تجي بعد ما ناخذ التمرين هل يتعلق بالانتروبي، احنا بنجي نحسب الانتروبي، شلون نقدر نحسب انتروبي التفاعل. اوكي بشكل ملخص التفاعلات نوعين، اما تلقائي او غير تلقائي. التفاعل هو عبارة أما تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي يحدث بصورة تلقائية بدون تأثير خارجي، مثلا سقوط الماء من على الشلال عملية تلقائية، ذوبان قطعة من السكر في الماء عملية تلقائية، زنجار الحديد صدى الحديد عند تعرض الهواء رطب عملية تلقائية. أوكي انجماد الماء في الطبيعة تحت الصفر ينجمد، فوق الصفر ينصهر، أوكي عمليات تلقائية. عكسها عمليات لا تلقائية لا تحدث من التلقاء نفسها الا بتاثير خارجي، مثلا شلون؟ الماء من يسقط من على الشلال لما اصعده ما يصعد بصوره تلقائيه، اذا لابد من وجود مضخه او ماطور او فد وسيله اقدر اصعد بها الماء لفوق، اذا محتاج هذا تاثير خارجي. ذوبان قطعه من السكر في الماء، السكر لما يرجع لحالته الابتدائيه يحتاج لعمليه فيزيائيه، احتمال يحتاج تبخير، ابخر الماء وابقى السكر. اذا ما يحدث بالتلقاء نفسه وهكذا. كذلك صدى الحديد من الممكن ارجع الصدى الى حديد، لكن شنو احتاج تاثير خارجي، احتاج ادخله معمل مصنع كذا ورش معينه حتى اقدر ارجع حديد مره ثانيه، بس هو يزنجر من تلقاء نفسه بس مجرد تعرض للهواء والرطوبه. اذا هاي عمليات هي تلقائيه وعكسها لا تلقائي. سؤال مهم جدا يقول ليش هاي التفاعلات تكون تلقائيه؟ هذا السؤال لماذا تتم بعض التفاعلات بشكل تلقائي؟ نقول بسبب انخفاض واحد اثنين ثلاثة، انخفاض طاقة النظام. شنو معناته؟ أي الانيرجي فاينل الطاقة النهائية تكون أقل من الانيشال انيرجي انيشال الطاقة الابتدائية. أوكي. إذن الجانب بالموضوع مثال بالتفاعل. قلنا العلماء كانوا يعتقدون بين التفاعل الباعث هو تلقائي والتفاعل الماس هو لا تلقائي. بتطور العلم احتاجوا إلى دالة حالة جديدة يقدرون يتنبؤون بين هذا التفاعل تلقائي أو لا تلقائي، فوجدون هاي الدالة اللي يسموها الإلكتروبي. الإلكتروبي يعني العشوائية، يعني اللا انتظام، يعني الخربطة بين قوسين. هي دالة حالة ثرموديناميكية تعتبر مقياس العشوائية أو حالة اللا انتظام للنظام. طبعا دروسها بالرمز S وإعدادها جول على مول كلفن. أكيد بما أنه دالة حالة ما نقدر نقيسها إلا نقيس التغير في الإنتروبي، يعني الأس فاينل ناقص الأس إنيشال. الإنتروبي إذا كان موجب زيادة في العشوائية، الإنتروبي إذا طبعا موجب يعني شنو معناته؟ معناته قيمة الإنتروبي أكبر من الصفر. أما إذا كان سلب معناته نقصان في العشوائية، يعني الإنتروبي التغير في الإنتروبي أصغر من الصفر. أوكي وهذا المخطط. طبعا الغاز تروبي مالته قوي، السائل أقل من الغاز والصلب اقل من السائل، يعني اكبر انتروبي لمن للغاز اقل انتروبي لمن للصلب. اوكي هاي مهم جدا، هاي مهم جدا جزء ما نحتاجها هسه نحتاجها بعدين بوان طاقه كبس الفرن. اوكي تسخين زياده تبريد انخفاض، انخفض الانتروبي يهدئ النظام، تسخين يتحرك اكثر، اخفض الضغط يزداد الانتروبي، ازيد الضغط اكبسه احصره يقل الانتروبي وهكذا. زياده المساحه السطحيه للمواد المتفاعله كل ما تزداد المساحه السطحيه، يعني اذا تجيب سكر على شكل قطعه اوكي الى انتروبي، لما نجيبه على شكل باودر الانتروبي يكون اكثر لان المساحه السطحيه راح تكون اكبر وهكذا. زياده عدد المولات هي نفس زياده الحجم، لما نزيد عدد المولات تزداد العشوائيه، زيد الحجم يزداد العشوائيه
ذوبان، تفكك، تحلل، زيادة عشوائية، تسامي، تبخر، انصهار، وهكذا. ذني بالعكس ينخفض فيها الانترومي، تنخفض فيها العشوائية، تنخفض فيها حالة اللا انتظام. يعني نتجه دائما كل ما الانتروبي يكون أقل من الصفر فنتجه لحالة النظام، كل ما الانتروبي يصعد نتجه لحالة اللا انتظام. أوكي؟ طبعا هذا المثال يجي لتجمد، تجمد يعني سائل وتجمد، يعني شنو؟ قلة الانتروبي، انخفاض في العشوائية، الانتروبي أقل من الصفر، الانتروبي قيمة سالبة. ليش؟ لأنه التجمد هو عبارة عن تحول السائل إلى مادة صلبة، وهكذا بقية الأمثلة. تمرين 10-1 يقول كيف تتغير أو كيف يتغير انتروبي النظام للعمليات الآتية: تكثف وخار الماء. التكثف يعني أنا عندي فشي بالحالة الغازية وحوله إلى الحالة السائلة، عملية تكثف. أكيد إحنا شنو راح تقل عندي الانتروبي، راح تقل العشوائية، لأن شنو عندي عملية تكثيف تحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. إذا راح أقول انخفاض في العشوائية، انخفاض في العشوائية. ليش؟ لأن تحولنا من غازية جزيئات تكون محركتها أكثر إلى السائل، إذا انخفاض في العشوائية. معناته الانتروبي شو راح يكون؟ أصغر من الصفر، معناته الانتروبي قيمة سالبة، معناته الانتروبي قيمة سالبة. تكون بلورات السكر من محلوله فوق المشبع، بلورات سكر معناته السائل تحول إلى صلب، معناته السائل شو تحول؟ إلى صلب، هذا معناته. أكيد السائل يتحول إلى صلب، انخفاض في العشوائية، إذن معناته انخفاض في العشوائية، معناته انخفاض العشوائية. معناته شنو؟ معناته الدلتا اس يكون أصغر من الصفر، الانتروبي يكون أصغر من الصفر، معناته الدلتا اس شي يكون؟ يكون قيمة سالبة، يكون قيمة سالبة. تسخين، من قال لي تسخين؟ زيادة في الانتروبي، تسخين غاز الهيدروجين من 20 إلى 80، معناته زيادة في الانتروبي، يعني زيادة في العشوائية، زيادة في العشوائية. الجدول اللي قلت لكم عليه جدا مهم تحفظونه. إذا تسخين زيادة في العشوائية، إذا زيادة بالعشوائية معناته الدلتا اس شو تكون؟ الدلتا اس تغير في الانتروبي يكون أكبر من الصفر، معناته التغير في الانتروبي شو راح يطير؟ راح يطير قيمة موجبة. تسامي اليود الصلب، يعني شنو التسامي؟ يعني شيء تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، يعني تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية. أكيد زيادة في الانتروبي، زيادة في الانتروبي، فمعناته زيادة في العشوائية، زيادة في العشوائية. معناته التغير في الانتروبي يكون أكبر من الصفر، معناته التغير في الانتروبي ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي قيمة موجبة. اوكي؟ سؤال 28-1 أسئلة الكتاب، هذا طبعا أخذناه بداية الشرح، يقول ماذا نعني بالتفاعلات التلقائية؟ قلنا التفاعلات التلقائية هي أما تفاعل كيميائي أو تغير فيزيائي يحدث بصورة تلقائية من ذات نفسه بدون تأثير خارجي. وضح ذلك ثم أعطي مثالين لكل من العمليات التلقائية والعمليات غير التلقائية. فخلينا نعرف العملية التلقائية، احنا عرفناها بداية الشرح. العملية التلقائية، العملية التلقائية هي قلنا أما تغير فيزيائي، أما تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي، أو تفاعل كيميائي يحدث بشكل تلقائي، يحدث بشكل تلقائي من ذات نفسه بدون تأثير خارجي، بشكل تلقائي بدون تأثير أو تأثر أو بدون تأثير خارجي، بدون تأثير خارجي، هذا هو التفاعل التلقائي. طبعا التفاعل غير التلقائي عكسه، هو تغير فيزيائي أو تفاعل كيميائي لا يحدث بشكل تلقائي إلا بعد حدوث تأثير خارجي. عمليات تلقائية قلنا مثل سقوط الماء من على الشلال، كانت عملية تلقائية، سقوط الماء من أعلى الشلال، هاي عملية تلقائية من أعلى الشلال. عملية غير تلقائية صعود الماء إلى أعلى الشلال، تكون عملية غير تلقائية، عكسها تكون عملية غير تلقائية. بعد ذوبان السكر في الماء، ذوبان السكر في الماء أو صدى الحليب، ذوبان السكر في الماء عملية غير عملية تلقائية، ذني عمليات تلقائية، سقوط الماء من على الشلال عملية تلقائية،
ذوبان السكر في الماء عملية تلقائية. إذن هاي العمليات شنو هي؟ تلقائية. أما إذا نطلع عكس المثال، صعود الماء إلى أعلى الشلال هي عملية غير تلقائية، رجوع السكر إلى حالة الابتدائية عملية غير تلقائية. إذن نقول صعود الماء إلى أعلى الشلال هاي تكون عملية غير تلقائية، رجوع السكر إلى حالته الأولية، حالته الابتدائية أو الأولية، عملية غير تلقائية. أوكي. سؤال 29-1 يقول أي العمليات تلقائية وأيها غير تلقائية؟ ذوبان ملح الطعام هاي تلقائية، قلنا الذوبان تلقائية. تسلق قمة إيفرست، طبعا هاي قمة جبل، اتسلقها شلون؟ اتسلقها صعوبة، اذا نحتاج معدات، يحتاج لها جهد، ما تمشي بشكل تلقائي. اذا هاي عملية غير تلقائية، عملية غير تلقائية. انتشار رائحة العطر في الغرفة بعد رفع غطاء قنينة العطر هاي عملية تلقائية، عملية الانتشار diffusion. العطر لما نفتح القبض هاي عملية طبعا لا تلقائية، لأن أنا راح أفتح القبض، بس الانتشار تكون عملية تلقائية، فراح أقول تلقائية، عملية انتشار العطر تلقائية. أوكي. فصل الهيليوم والنيون من مزيج الغازات، طبعا هاي عملية غير تلقائية، فصل الغازات عملية غير تلقائية، فأقول لا تلقائية. أوكي. أخير سؤال يخص الشرحيات، طبعاً هذا عرفناه إحنا، يقول عرف الانتروبة وما هي وحداتها. قلنا الانتروبة هي دالة حالة ثرموديناميكية تعتبر مقياس لحالة العشوائية أو حالة اللا انتظام للنظام، وتقاس بوحدات الجول على المول في الجلفن، وكو يرمز لها بالرمز دلتا أس أو هو هنا أس. إذا راح أقول هي دالة حالة ثرموديناميكية حرارية، هي دالة حرارة ثرموديناميكية تعتبر مقياس للعشوائية، مقياس لعشوائية النظام، مقياس لعشوائية النظام، أو نقدر نقول مقياس لحالة اللا انتظام للنظام. أوكي. ويرمز لها بالرمز S. وتقاس بوحدات لرايد من الوحدات، وتقاس بوحدات وحدات حرارة على وحدات مول على وفي وحدات حرارة جول على مول في جلفن. وطبعا هي دالة حالة، فإحنا احتياجي ما نقدر نحسبها إلا ما نحسب الدلتا أس التغير في الانتروبي، التغير في الانتروبي اللي يساوي إن الانتروبي الفاينل ناقص الانتروبي الانيشال، أو قلنا كل المواد لها انتروبي. فإذا كان الانتروبي أكبر من الصفر تكون قيمة موجبة، معناته هنا زيادة في العشوائية، زيادة في العشوائية، هذا النظام زيادة في العشوائية. أما إذا كانت الدلتا استغفر أصغر من الصفر معناته يطلع قيمة سالبة، معناته انخفاض في العشوائية، معناته انخفاض في العشوائية للنظام. أوكي. المحاضرة الجاية إن شاء الله محاضرة 12 راح نحسب بها الانتروبي، انتروبي التفاعل، راح نحسب الدلتا اس ار نوت، انتروبي التفاعل القياسي. أوكي.